من آلاف السنين شكل تمثال أبو الهول لغز غامض للرحالة والمؤرخين، ومفيش حد كان عارف إيه هو سبب بنائه ولا حتى الغرض منه، وجميع الرحالة اتفقوا على وصف واحد لأبو الهول، وهو رأس عملاقة تخرج من رمال الصحراء. ومن الرحالة اللي وصفوا تمثال أبو الهول كان المؤرخ عبد اللطيف البغدادي، وبيقول: وعند هذه الأهرام بمقدار رمي سهم يوجد صورة لرأس وعنق بارزة من الأرض في غاية العظم، يسميه الناس أبو الهول، وفي وجهه حمرة، وهو حسن الصورة، عليه مسحة من بهاء وجمال. وبيكمل حديث عن أبو الهول وبيقول: وسألني بعض الفضلاء ما أعجب ما رأيت، فقلت: تناسب وجه أبو الهول، فإن أعضاء وجهه كالأنف والعين متناسقة تماما. وفي لوحة مشهورة لنابليون بونابرت أثناء الحملة الفرنسية على مصر، بيظهر فيها نابليون أمام تمثال أبو الهول، ولسه التمثال مدفون تحت الرمال ومش ظاهر غير الرأس والعنق. واستمر أبو الهول مدفون تحت الأرض لغاية ما نجح المهندس إيميل بريز في عشرينيات القرن الماضي في إخراج تمثال أبو الهول من تحت رمال الصحراء. وبالفعل تمثال أبو الهول لم يكن مجرد رأس بلا جسد، كان تمثال كامل يبلغ طوله 240 قدم وارتفاعه 66 قدم وعرضه 62 قدم. وموجود العديد من تمثيل أبو الهول في الطرق المودية للمعابد ولكن أصغر في الحجم، وتمثال أبو الهول في الجيزة شيء مختلف تماما، لأنه تمثال واحد موجود في مكان خاص جنب أهرامات الجيزة. وبالرغم من استخراج أبو الهول بالكامل من تحت الرمال، ولكن لسه محتفظ بالكثير من الغموض والأسرار. بيعتقد علماء الآثار أن تمثال أبو الهول تم نحته حوالي 2500 قبل الميلاد بواسطة الملك خفرع كجزء من مجمعه الجنائزي، ولكن في فريق من علماء الآثار رافضين الفكرة اللي بتقول ان الملك خفرع هو اللي نحت التمثال، وبيقولوا ان ابو الهول تم نحته قبل الملك خفرع بآلاف السنين. والدليل الاول على كده لوحة الجرد، وهي عبارة عن حجر تذكاري بيتحدث عن كيفية ترميم الملك خوفو لتمثال ابو الهول بعد ان ضربه البرق. ده معناه ان خفرع مش هو اللي نحت تمثال ابو الهول، لان الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر كان قبل الملك خفرع. والدليل الثاني تآكل في جسم التمثال، لأن التآكل ده مش بينتج غير من أمطار غزيرة ومستمرة لفترة طويلة. طب إزاي وتمثال أبو الهول موجود على حدود الصحراء الكبرى؟ ده معناه إن المنطقة اللي كان موجود فيها التمثال كانت منطقة ذات مناخ معتدل ومليئة بالرطوبة والأمطار والغابات، يعني بنتكلم عن عمر أكتر من 10,000 سنة. ولو الكلام ده صحيح، فمين هو اللي نحت التمثال؟ ايه هو الغرض منه؟ بيعتقد بعض الباحثين ان اجابة الاسئلة دي موجودة في غرفة سرية تحت ابو الهول. واول واحد اقترح ان في غرفة تحت ابو الهول ادجار كيس في النصف الاول من القرن العشرين، وان الغرفة اللي موجودة تحت ابو الهول عبارة عن قاعة السجلات الاسطورية وبتحتوي على اسرار عظيمة للغاية، زي مين المسؤول عن انشاء ابو الهول وكل العجائب العظيمة. والدكتور زي حواس نفى الكلام ده تماما وقال ان الكلام ده كله تخريف ومفيش حاجة موجودة تحت أبو الهول. ولكن مؤخرا تم التأكد من وجود نفق تحت مخلب أبو الهول، وبيعتقدوا أن النفق متصل بهيكل آخر لم يتم اكتشافه بعد، ولكن محدش يعرف إيه اللي موجود في نهايته ولا أين يؤدي هذا النفق. جايز في المستقبل نكتشف شيء يساعدنا على معرفة أسرار أبو الهول. وكده نكون وصلنا لآخر الحكاية. لو عجبك الفيديو مش تعمل لايك، وأهم حاجة اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله.